تفاصيل: قتل 5 متظاهرين في مدينة المرج جراء استهدافهم برصاص حي من تستمر قنوات الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والمعلومات المزيفة لتضليل الرأي العام ونشر المزيد من الفوضى التي لا يعرف الإخوان الحكم بدونها. آخر هذه الأكاذيب ما نشرته قناة فبراير التابعة للإرهاب عبد الحكيم بالحاج، عضو الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب. قناة بالحاج قالت أن الاحتجاجات ضد الفساد في المرج أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وعند تتبع الأمر مع إدارة مستشفى المرج العام أكدت المستشفى أن لا أسماء لديها لأي قتلى، وأن قناة فبراير نشرت أسماء وهمية أحدها لرجل توفي منذ العام 2016، كما أكدت كل المصادر الإخبارية ومراسلي العديد من القنوات أن المرج لم يسقط فيها 5 قتلى. القناة الإرهابية فبراير قالت إن وسائل الإعلام تصف المتظاهرين بأوصاف مسيئة وهو ما ينافي الحقيقة، فالجيش والشرطة سمحت للمواطنين بالاحتجاج السلمي والتعبير عن رأيهم في كل مكان ودون أن تسيء لأحد، وأن ما حدث كان تجاوزا من بعض المحتجين. بعض الميليشيات في طرابلس كانت بدورها سعيدة بما يحدث ووصفت ما حدث من عمليات فردية تخريبية بالأيام المباركة، وما يؤكد ذلك ما قاله الإرهابي أحمد خلف الله الناطق باسم ميليشيا البقرة الإرهابية، حيث قال إن أي خراب في بنغازي يعتبر يوما مباركا. تمنيات الخراب الإخوانية تظهر عقيدة الفوضى التي ينتهجها تنظيم الإخوان الإرهابي. إثر إصابة أحد المواطنين.